طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام، متابعي قناة عمان الثقافية بكل الخير، أهلا بكم معنا إلى نشرة أخبار الثقافة وهذه أبرز العناوين. انطلاق فعاليات منتدى المرأة للثقافة والفكر في صلالة. النادي الثقافي يدشن أولى حلقات برنامج الناقد الأدبي. قراء عمان مبادرة شبابية تحث الشباب والأطفال على القراءة واقتناء الكتب. أهلا بكم. انطلقت في ولاية صلالة بمحافظة ظفار فعاليات منتدى المرأة للثقافة والفكر، حيث يتم تكريم عدد من النساء الفاعلات في المجتمع. التفاصيل في التقرير التالي. انطلق منتدى المرأة للثقافة والفكر بصلالة والذي أقيم بجامعة ظفار. جاءت هذه الانطلاقة بحضور جمع من النساء العمانيات اللاتي كان لهن دور بارز في مجالات مختلفة منذ بزوق فجر النهضة المباركة. أسهمت المرأة العمانية في كافة مجالاتها والقطاعات مساهمة فعالة، ولقد أعطى جلالة السلطان حفظه الله أهمية كبيرة للمرأة في تنمية العامة وأهمية لدورها إلى جانب الرجل. عندما يستقر الإنسان ويكبر ويعي بأن الحصاد الباقي من حياته يتمثل في كتاب ويتمثل في إبداع، يعني يبذل جهدا واضحا حتى يصدر هذه الكتب. الحمد لله أنا خلال السنوات الثلاث الأخيرة أصدرت 4 كتب. نحن استمدينا كل هذا، القوة والمرأة اللي تقدر تستطيع أن تعطي من خطب صاحب الجلالة، كانت تعطينا دفعة قوية جدا. كنت أنتظر حتى وأنا طفلة في الإعلام لما عملت وكان عمري 11 سنة، لكن خطب صاحب الجلالة كانت تعطيني قوة أنه أنت كمرأة تعملين. فالحمد لله هذا الدافع كان قوي جدا وخلى المرأة العمانية تعطي. وقد افتتح المنتدى بكلمة المنظمين لهذا المنتدى، تلاه كلمة الأديبة سعيدة بنت خاطر التي تحدثت عن المرأة العمانية ودورها على الخارطة الشعرية منذ العقود الماضية. بعد ذلك تم تكريم عدد من النساء العمانيات لدورهن البارز في ظل عجلة النماء والتعمير بقيادة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه. بالنسبة للمرأة العمانية في جميع المجالات الطبية، الصحية، التربوية، الفكرية، الثقافية، في الجمعيات الخيرية والأهلية، في جمعيات المرأة العمانية، في جميع الجمعيات المرأة مساهمة فعالة في إنجاح دورها الريادي. سالم بن بخيت العامري، صلالة، محافظة ظفار. تشجيعا للنقاد العمانيين الشباب لإثراء المنتج الأدبي بمجموعة من الدراسات العلمية التخصصية، انطلقت بالنادي الثقافي أولى فعاليات برنامج الناقد الأدبي الذي يسهم في رفض الحراك الثقافي النقدي في السلطنة ويدعم الإبداع الأدبي بما يغذيه من نقد معرفي بناء. دعما للإبداع الأدبي وتغذيته بنقد معرفي بناء، والنقاد العمانيين الشباب لإثراء المنتج الأدبي بدراسات علمية تخصصية مستفيضة. دشن النادي الثقافي الناقد الأدبي والذي يعتبر إضافة لموسمه الثقافي. نحاول أن نستقطب جميع هذه الدراسات سواء في يعني سواء محلياً أو كانت هذه خارجيا، كيف استطاع الناقد العماني أو الدارس العماني أن يتعامل مع المنهجيات النقدية الحديثة. البرنامج يستهدف بالدرجة الأولى مخرجات التعليم العالي من حملة الماجستير والدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة ومناقشة أطروحاتهم العلمية في محتواها وإشراكهم في الندوات والملتقيات التي تنظمها إدارة النادي الثقافي. المشاركة اليوم
في عرض أطروحتي للدكتوراه بعنوان التداوليات الخطاب السردي في روايات علي المعمري، وهي يعني هذه أولى المشاركات مع الأخوة في النادي الثقافي، وذلك لعرض هذه الأطروحات أمام الجمهور والاطلاع على ما جاء فيها. كانت الرسالة بعنوان استراتيجية الحجاج في الخطاب الصحفي، المقال في جريدة عمان ومجلة الفلق الإلكترونية أنموذجا. هذه الدراسة تتناول الصحافة العمانية بمناهج نقدية حديثة، بغية فتح آفاق بحثية جديدة في إطار البحوث الإعلامية المتخصصة. هذا البرنامج يعد خطوة مهمة في رفض الحراك النقدي بالسلطنة وتفعيل دور النقاد العمانيين وغير العمانيين في الأطروحات العلمية. برنامج الناقد الأدبي خطوة جريئة من النادي الثقافي في مناقشة أطروحات الماجستير والدكتوراه والاستفادة منها ومناقشتها تحليليا. خديجة بنت سليمان الشحية، مسقط. شغف القراءة وحب المعرفة دفع مجموعة من الشباب إلى مبادرة لتكوين منصة إلكترونية للقراءة تحت عنوان قراء عمان، بهدف تشجيع الشباب على القراءة والكتابة والبحث العلمي. الإقبال على هذه المبادرة شجع القائمين عليها على تحويلها إلى مشروع شبابي في ولاية صحم، يتمثل في مكتبة مجهزة بأحدث الوسائل المشجعة على القراءة واقتناء الكتب. قراء عمان مبادرة شبابية أسسها قبل نحو 3 سنوات مجموعة من طلاب الدراسات الجامعية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يهدفون من خلالها إلى إيجاد منصة تحث الشباب على القراءة والبحث العلمي. زيارات مدرسية كثيرة خاصة في الفترة الصباحية، ومنها ينقم معارض في الجامعات والكليات في السلطنة. أتمنى أن الشباب خاصة منهم فئة الذكور أن يهتموا بالقراءة أكثر بشكل خاص، لأن القراءة هي تنمي العقول. إقبال الشباب وزيادة التفاعل بين القراء دفع بالقائمين على هذه المبادرة إلى تطويرها وتحويلها من منصة إلكترونية إلى مشروع أنتج مكتبة قراء التي أصبحت اليوم مقصدا للباحثين والقراء. أهمية المكتبات في الولايات وفي المناطق أيضا تعين يعني نحن كباحثين، تعيننا على البحث عن المراجع وعدم أن نسير أماكن بعيدة، يكون مكتبة تكون قريبة منا، ويكون الباحث يستغل الوقت بدل عن يصرف أوقات كثيرة وكبيرة. المدارس طلبوا منا مشاريع وبحوث، فنلجأ إلى المكتبات لأن هي أقرب وسيلة وأسهل وسيلة للبحث ولإكمال المشاريع اللي طلبوها من المدارس. طلاب المدارس جعلوا من هذه المكتبة محطة للزيارات المتواصلة، حيث وجدوا من خلالها ما يعينهم على القراءة وتنمية المعرفة وإعداد الأنشطة المدرسية. تعتبر المكتبات مكان مهم للناس جميعا، حيث هو المكان الذي يلجأ إليه الناس للقراءة والتثقف وزيادة معلوماتها. أشجع الشباب لزيارة المكتبة لأنها فيها معلومات عديدة تفيدهم في حياتهم. وجود المكتبات مهم بحيث أن يساعدنا على إجراء البحوث وتعلم واكتساب معلومات جديدة. بين رفوف هذه المكتبة يجد القارئ جل ما يبحث عنه من العلم والمعرفة وطرق تطوير الذات وتحقيق الأهداف، وبالطبع فإن كل ذلك لن يتحقق إلا من خلال المكتبة والقراءة. أكثر من 1000 عنوان توفرها هذه المكتبة التي أعدت بهذه الجاهزية المشجعة على القراءة والبحث العلمي، وهو ما يجعله اليوم قبلة للشباب ولطلاب الجامعات والمدارس. من مكتبة قراء في ولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة، علي بن سالم البادي. أخبار الثقافة مستمرة معكم من قناة عمان الثقافية، وتتابعون فيها بعد قليل. آثار الأكروبوليس شاهدة على حضارة الإغريق في اليونان.
أهلا بكم من جديد. تمتلك اليونان إرثا حضاريا عريقا يعود تاريخه إلى آلاف السنين، ويعتبره الغربيون مهد الحضارة الغربية. التقرير التالي من العاصمة أثينا، حيث آثار جبل الأكروبوليس العريقة وتأثرها بالأوضاع الاقتصادية في اليونان. اليونان بلد احتضن ترابه منذ القدم، عمالقة من العلماء الذين ذاع صيتهم في الشرق والغرب في تلك الحقب الزمنية الماضية، أمثال سقراط وأفلاطون وأرسطو في علم الفلسفة وغيرهم في العلوم الأخرى كالأدب والفلك. تعاقبت الأزمنة والسنون على هذا البلد، وكانت المباني الضخمة التي جسدت الحضارات والأساطير والأديان التي ازدهرت في اليونان منذ أكثر من 1000 سنة، فأصبحت مزارا هاما للزائرين من داخل اليونان وخارجها. إلا أن الأوضاع التي آلت إليها اليونان اقتصاديا أدت إلى توقف هذه المعالم التاريخية، حيث أغلقت أبوابها أمام الزائرين بسبب الإضراب الذي اجتاح معظم القطاعات. فهنا في أكروبوليس أثينا، هذا المعلم الواقع وسط العاصمة اليونانية أثينا، والذي يعد من أهم المعالم التاريخية في اليونان ومقصدا لهواة التاريخ والآثار، حيث أغلقت أبوابه أمام الزائرين لساعات، مما أدى إلى استياء هؤلاء الزائرين الذين اكتفوا بالتقاط الصور التذكارية عن بعد. ويضم أكروبوليس أثينا 4 من أبرز تحف الفن الكلاسيكي اليوناني. نحو ملايين من الفراشات الملكية في أمريكا الشمالية تقوم سنويا برحلة الشتاء إلى الغابات المكسيكية لما توفره لها من مكان مناسب لتغذيتها وتكاثرها، حيث أظهرت دراسة عن تراجع هجرة الفراشات الملكية للمكسيك بسبب تغير المناخ. قال خبراء في الحفاظ على البيئة إن الطقس السيء الذي شهدته كل من المكسيك والولايات المتحدة العام الماضي أدى إلى تناقص أعداد الفراشات الملكية التي تهاجر إلى الغابات المكسيكية خلال فصل الشتاء، وذلك من خلال دراسة شارك في إعدادها كل من الصندوق العالمي للحياة البرية واللجنة الوطنية المكسيكية للمناطق المحمية الطبيعية. شملت الدراسة 9 مستعمرات للفراشات الملكية، وقالت إن المستعمرات انكمشت بنسبة 14.77% مقارنة بالعام الماضي، وألقت باللائمة في ذلك على الأعاصير الثلاثة والعاصفتين المدريتين التي ضربت المكسيك طوال العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة في مناطق الغرب الأوسط والشمال الشرقي الأمريكي. وأشار جورج ريكاردز مدير الصندوق العالمي للحياة البرية في المكسيك إلى أن ظاهرة تغير المناخ هي السبب في تناقص أعداد الفراشات، موضحا أنه يتحتم وقف هذه الظاهرة. وتعرضت الفراشات الملكية لضغوط في الأعوام الأخيرة لأنها تضع بيضها على نبات حشيشة اللبن الذي ينمو عشوائيا في الولايات المتحدة. ويقول الباحثون إن النبات الذي تقطات عليه يرقات الفراشة يمكن أن يسبب مشاكل في المعدة للماشية التي تأكله، لذا يدمر المزارعون هذه النباتات. وتتكاثر الفراشات الملكية ذات اللونين البرتقالي والأسود في المكسيك وتسافر شمالا إلى كندا، وفي فصل الخريف تسافر الملايين منها في شكل مجموعات إلى المكسيك، حيث غالبا ما تقف على نفس الأشجار التي استخدمها أسلافها. معرض جنيف للسيارات يكشف النقاب عن جيل جديد من السيارات الفائقة، حيث يجتذب مئات الآلاف من الزوار، كما يولي المعرض اهتماما خاصا بالسيارات الكهربائية هذا العام. كوكبة من أحدث الطرازات التي أنتجتها شركات صناعة السيارات الفارهة مثل فيراري ومكلارين ولامبرجيني وكوربلاتي، والتي يطلق عليها السيارات الفائقة، ستكون محط الأنظار خلال معرض جنيف للسيارات بسويسرا. وكشفت شركة مكلارين النقاب عن سيارتها الجديدة من طراز سنة، والتي تبلغ قوة محركها 800 حصان، بينما عرضت فيراري سيارتها من طراز 408 بيستا والتي تبلغ قوة محركها 720 حصانا. لكن شركة كوربيلاتي الإيطالية حطمت كل الأرقام القياسية هذا العام بسيارتها من طراز ميسايل، والتي بلغت قوة محركها 1800 حصان، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 580 كيلومترا في الساعة، مما يجعلها أقوى وأسرع سيارة في العالم.
ويركز معرض جنيف للسيارات والذي يجتذب مئات الآلاف من الزوار على السيارات الرياضية، كما يولي اهتماما خاصا بالسيارات الكهربائية هذا العام. ويفتح معرض جنيف أبوابه أمام الجمهور اعتبارا من 8 مارس آذار الحالي إلى 18 من الشهر نفسه. عرض للدلافين في سوتشي إذانا بتبقي 100 يوم على نهائيات كأس العالم في روسيا، وتقافزت الدلافين المدربة جيدا في المياه، واستمتع الحضور بالحيل المتنوعة التي قدمتها خلال العرض مثل اللعب بكرة القدم وقذف كرات ضخمة على الجمهور. إذانا بتبقي 100 يوم على نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا، أقامت مدينة سوتشي عرضا مبهرا للدلافين، وتقافزت الدلافين المدربة جيدا في المياه، واستمتع الحضور بالحيل المتنوعة التي قدمتها خلال العرض مثل اللعب بكرة قدم وقذف كرات ضخمة على الجمهور. وتستضيف سوتشي 6 مباريات في ستاد فيشت الذي خضع لتجديدات ضمن منافسات البطولة التي تقام من 14 من يونيو حزيران إلى 15 من يوليو تموز هذا العام. وتملك سوتشي تجربة متفردة في تنظيم الأحداث الرياضية العالمية، فقد استضافت من قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في عام 2014. ختاما لنشرتنا الثقافية نعود هنا للتذكير بأبرز العناوين. انطلاق فعاليات منتدى المرأة للثقافة والفكر في صلالة. النادي الثقافي يدشن أولى حلقات برنامج الناقد الأدبي. قراء عمان مبادرة شبابية تحث الشباب والأطفال على القراءة واقتناء الكتب. نلتقيكم بإذن الله تعالى في جولة أخرى من أخبار الثقافة، دمتم في أمان الله.